ينضم معنا من عمان للحديث عن فشل حكومة الكاظمي بالقضاء على الفساد وعجزها عن الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ينضم من عمان الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي. دكتور صباح، بداية مرحبا بك. نحو 8 أشهر على تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة، كيف يمكن تقييم هذه المدة وإلى أي مدى كانت الإنجازات على المستوى الاقتصادي بحجم التعهدات التي قدمها الكاظمي؟ حقيقة حكومة الكاظمي ما جاءت بشيء يعطي دلائل واضحة المعالم في برنامج محدد يطمئن الشارع العراقي، بدءا من محاسبة الفساد ثم فرض هيمنة الدولة وجمع السلاح ومحاسبة قتلة المتظاهرين. هذه كلها منذ مجيئه ولغاية اليوم لم يتمكن من اتخاذ أي شكل من أشكال الإجراء، بسبب أن هذه الحكومة هي صنيعة العناصر التي تتحكم بمصدر القرار في الدولة العراقية. ولذلك الكاظمي يحاول في الآونة الأخيرة وصولا إلى الانتخابات يطمئن الشارع العراقي بوعود لم يتمكن إنجازها، حيث أن إعلانه بأن هناك كثيرا من عناصر الفساد وحيتانه الكبيرة ستتم محاسبتهم، ولكن محاربة الفساد تتطلب أجهزة أمنية قوية، قضاء نزيه، قوى أمنية تعمل على مسك مفاصل الدولة وفرض بالقوة تأمين أمن المواطن بشكل كبير جدا وحفظ حقوقه وممتلكاته، تشجيع القطاع الخاص الذي أصبح من التدهور، بحيث العراق أصبح حاليا 99% دولة ريعية. ومن أهم تلك الإجراءات التي يسعى إليها الكاظمي لم يتمكن من إشاعة ثقافة النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وصولا إلى انتخابات نزيهة وشفافة كما يدعي. ولذلك نلاحظ البيئة العراقية في الظرف الحالي، السلاح هو الذي يفرض نفسه على كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وحتى الانتخابات القادمة سنرى السلاح كيف يستطيع أن يفرض نفسه. بناء على ذلك الكاظمي تعهد طبعا بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات بالبلاد، يعني هذا فيما مضى حتى لو كلفه ذلك حياته، يعني ولكن هل يمكن لدولة أن تدار بهذا المبدأ وبهذه الطريقة؟ يعني ضعف شخصية الكاظمي بحسب ما يرى البعض في إدارة البلاد اقتصاديا وسياسيا له توابعه، يعني القائمة الجديدة مثلا من المتهمين بالفساد تضم أكثر من 20 وزيرا من أصل 333 مسؤولا أحيلوا للقضاء غيابيا. هذا العدد الكبير دكتور صباح من المتهمين إلى أي مدى يكشف عن وجود يعني خلل كبير في النظام الاختبار لهذه المناصب، أو الاختيار عفوا لهذه المناصب، وعدم قدرة النظام الحكومي والقضاء على محاسبتها؟ حقيقة استلم الكاظمي السلطة والحكومة بالعراق وهي مليئة بشكل خطير جدا عمليات الفساد التي أصبحت مافيا في جميع مفاصل الدولة. اعترافه هذا يحاول أن يخفف من حدة توتر الشارع العراقي واحتمالية رفض الشارع للانتخابات القادمة التي يراهن عليها أنه كإنجاز تسجل باسمه. هذا الجانب الذي لم يدركه الكاظمي، وإنما يلوح بعصا في اعتقادي أضعف من أن تكون في تحريك حيوان بسيط جدا وليس حيتان الفساد التي يسعى إلى محاسبتها من الوزراء والمدراء
الذي يتراوح عددهم أكثر من 300 أو بالأحرى النظم واللجان التي شكلت بدءا من النزاهة إلى اللجنة التي شكلها عادل عبد المهدي قبل خروجه هي التي جاءت بدعم كبير جدا لإيتان الفساد العالية ومن هنا أو من هناك يتم الإشارة إلى بعض المدراء أو غيرهم والذين يهربون إلى الخارج ثم تخرج عليهم عمليات إلقاء القبض أو المحاكمة غيابيا وهذا ما حصل في فترة تشكيل النزاهة ولغاية اليوم. طيب دكتور صباح بصفتكم خبيرا اقتصاديا كيف تصنف قرار الكاظمي تخفيض قيمة الدينار العراقي تخفيض الرواتب أيضا البعض يقول إنه من الإصلاح الاقتصادي كيف تنظر إليه؟ حقيقة هذا الإجراء غير سليم وغير صحيح من المفترض على الكاظمي أن يقوم بعملية تعويم الدينار العراقي وهو الأفضل كي تتضح قيمة الدينار في السوق بشكل حقيقي ويتوقف البنك المركزي العراقي عن عملية بيع العملة هذا جانب جانب أساسي آخر هو إطلاق القطاع الخاص كي يتمكن من توفير احتياجات العراق البسيطة التي يستوردها من الخارج والتي تؤدي إلى عمليات تهريب للعملة باسم عمليات الاستيراد كما حصل في 2019 حيث العراق أخرج 44 مليار دولار والذي عادت كبضائع إلى العراق 18 مليار أين البقية الباقية؟ هذا هنا يعمل الفساد على عمليات الاستيلاء على الأموال والعمل على تهريبها إلى الخارج تعمل لأجندات خارجية طيب يعني منذ 17 سنة وأكثر يعني منذ احتلال العراق لم يتم العمل على إطلاق القطاع الخاص ولا حتى يعني موضوع تعويم الدينار العراقي مثل ما تفضلتم الكثير من الإصلاحات الاقتصادية لم تنفذ مع العلم وجود الكثير من الخبراء الاقتصاديين في العراق لا ينقصه خبرات من المستفيد دكتور صباح من إبقاء العراق دولة معتمدة فقط على النفط حقيقة إيران لها الدور الأكبر إضافة إلى تركيا إضافة إلى كثير من الدول تحاول إبقاء العراق ضعيفا اقتصاديا دون أن يكون منافسا لها هذا الجانب الجوهري والأساسي المستفيد الأكبر إيران رغم العقوبات التي وضعت على إيران إلا أنها لم تظهر عليها أي شكل من أشكال الضائقة المالية العالية التي عاشها العراق طيلة 11 سنة من فرض الحصار الاقتصادي والمالي على العراق لكن إيران لم يحصل لها شيء ما من هذا القبيل بسبب أن اعتمدت على المال العراقي وعملية زيادة في عمليات بيع العملة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التي تقتنص بها الأموال العراقية والإيرادات الداخلة عن طريق النفط وبنفس الوقت صرفت بضائعها بمختلف أشكالها البسيطة أو المعقدة أو غير ذلك إلى العراق كما نلاحظ الميزان التجاري تحاول القوى أن ترفعه إلى أكثر من 20 مليار سنويا نشكرك شكرا جزيلا من عمان الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي